بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. معانا الراديو النهاردة مع المنتشر في مصر دلوقتي اللي هو أمبر إم 3330، جهاز قطع خالص. طبعا أما فتحته يعني شفته كده مش مدي أي زنة ولا أي شوشرة ولا أي حاجة، فطبعا أول حاجة شكيت في الترانس ده يا جماعة اللي كان راكب فيه ده 303، دولك الخارج 30 يعني 3 فولت، هنا اللي هو الفولت اللي هو الفولت الاي اس سي 220 اللي بيدخلوا من هنا، اللي هم الطرفين دول يا جماعة الطرفين دول جايين منهم نور حمر. طبعا انا ركبتهم في الصفر اللي في الترانس الجديد. طبعا النوع ده مش موجود منه اللي هو بيخرج 03، كل ما اسال يقول لي في 3 03. طبعا ساعات واحد بينصحني يقول لي خد فردتين، خد اللي في النص وخد اللي على الطرف. طبعا ده غلط، لان كده لانه نفس الحجم، فطبعا لما اخد طرفين معناها ان انا بقسم الامبير بتاع الترانس، يعني باخد نص امبير الترانس او طياره، هيديني 03 على الطرفين دول الازرق والاسود اللي هنا، لكن مش هديني الامبير. هاجي اعلي الصوت وروح ايه يتخنق الصوت ويبوظ الصوت، اجي اوطي الصوت يتحسن. فطبعا هو ما يعرفش، ده بياع عايز يبيعه خلاص. فطبعا اضطريت اخد منه ال 303 اللي هو خارجه 3 الطرف ده، 2 هم صفر يا جماعه، 2 الصفر وواحد اسود اللي هم خارج الترانس 303. اما طبعا في القديم كنت باخد الطرفين بدخلهم على 4 سيليكون. القديم اهو يا جماعه الطرفين بتوعهم الزرق دول اهم، انا قطعتهم وشلتهم خالص اهم، بندخل 03 على طول بيدخلوا على الانطره اللي هم 4 سيليكونات ديك. ال4 سيليكون دي يا جماعه اهو 1 2 3 4، 4 سيليكون. لكن ده ما نقدرش نشغله على ال4 سيليكون. طبعا اي جهاز محتاج موجب ومحتاج سالب. طبعا هنضم الاثنين مع بعض اللي هم الصفر مع بعض اللي هم الستة مع الصفر مع الوسطاني الاسود، كل واحد منهم 3 فولت. فطبعا هنا موصلين هنا ديود ودي ديود، وصلناهم الخارج بتاعهم للطرف الموجب. طبعا عشان ما نحتارش لو احنا لسه مبتدئين هنوصلهم بالطرف البطارية، الطرف الموجب بتاع البطارية اهو يا جماعة، ادي السلك الاحمر لو احنا مش عارفين، طرف السالب اهو يا جماعة اللي طالع من السالب دوت بتاع البطارية، ونوصل الطرف السالب الاسود بطرف البطارية الاسود دوت اهو يا جماعة، اهو الطرف الاسود اهو. طبعا انا روحت بعيد عنه عشان ايه ما لمس حاجة هنا، فمشيت مع الخط ده لقيته واصل بالطرف ده اهو، فوصلناه الحمد لله اشتغل، وهيشتغل بكامل الامبير بتاعه. طبعا عشان نحدد صلاحية الترانس ده، طبعا اول حاجة ما لقيتش يعني مش مدي اي حاجة، فاول حاجة شكيت فيها الترانس وجبت الترانس كده على العمياني. طبعا عشان نختبر الترانس ممكن نختبره من بره، طرفين هم المدخل بتوع الكهرباء، ادي طرف وادي طرف، نيجي نعمل كده ونلمس بالبزر او الصفارة اهو، اداني ايه، اداني مقاومة 1535 اوم اهو يا جماعة، او 536، فكده معناه مديني مقاومة، دي مقاومة الملفات بتاعة الترانس، فكده اشتغل. طبعا لو ما لقيتش المقاومة دي وانا بقيس، يبقى كده الترانس ده او المحول محروق فاصل، او ان في سلكة من اسلاكه اتقطعت. بس طبعا غالبا يعني اهو الطرفين الحمر دولك ما بيتقطعوش غير لما حد يقطعهم او تحصل قفلة، فغالبا بيطلع ايه الترانس، وخصوصا ان هم جماعة الصينيين بخلة قوي بيخلوا الترانس صغير يعني على قد السحب، ما بيكبروش شويه، فاحتمال الترانس ده
بيبوظ يعني. انا اول حاجه اشك في الترانس على طول، اتاكد ان انا اقيس. طبعا قبل ما اقيس اقيس الطرفين بالبزر برضو بتوع اللي هم بتوع الكهرباء، الوصله الكهرباء. طبعا ده طرفين هم يا جماعه. نشغل كده البزر اهو، ونجيب الطرف ده مع الطرف ده. طبعا اهو طلع الطرف ده شغال مع ده، والطرف التاني مع الطرف ده، كده شغال يا جماعة. وممكن نحط ده في الكهرباء ونقيس ال 220 فولت هنا كده على الطرف التاني من الكهرباء من السلك. بس هنجيب المؤشر على ايه، الاي سي 700 اللي هو ده يا جماعة اهو 700. لازم نحط طبعا اكبر من قيمة الفولت اللي هنا عشان الافوميتر بتاعنا ما يبص. نجربه كده بسرعة ونشوف. اهو يا جماعة نحط السلك بتاعه، بسم الله اهو. اهو يا جماعة اشتغل 100 100 اهو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.